ننقل لكم وقفة احتجاجية نظمها عشرات من المعلمين ضد وزير التعليم. تعالوا معانا نشوف هذا التقرير. لا للمافيا التعليمية، لا للمافيا التعليمية، لا للمافيا التعليمية، لا للمافيا التعليمية. محمد رجب حسن، نشاط القناطر التعليميه. اهلا وسهلا بحضرتك معانا. عايزين نعرف ايه سبب الوقفه وايه مطالبكم من هذه الوقفه. هو الوزير الجديد ما حافظش على كرامه المعلم، حب الرفيع ما حافظش على وزاره الايه على كرامه المعلم، فاحنا بنطالب بكرامه المعلم وزياده اجور المعلم، انه يستحق مكانه افضل واحسن من كده بكتير. بس مطالب بسيطه يعني زي اي موظف في الدوله. حسام حسيب حسن، معلم خبير. عايزين نعرف ايه مطالبك من هذه الوقفه. والله احنا بنطالب بحياه كريمه، يعني مرتب كريم، يعني ابني لما يعيا اقدر اوديه للدكتور، يبقى معايا فلوس اوديه للدكتور، ما بقاش متشحطط ومش لاقي فلوس. يعني مهيتنا 26 سنه شغل ومهيتي ما كملتش 2600 جنيه، وعندي عيال في الجامعه، عندي عيلين في الجامعه، وعندي عيال في ابتدائي، طب اعيشهم ازاي؟ مطلوب مني اكل وشرب ولبس وانا مهيتي مش. يعني حضرتك كمعلم بتطلب بحياه كريمه. طبعا انا زي الشعب عايز حياه كريمه، دي مطالبنا. حته الضبطيه القضائيه كمان، احنا مش مجرمين عشان يعمل ضبطيه قضائيه علينا. يعني شكرا لحضرتك. طبعا. العفو. اتعرف على حضرتك. مصطفى كردوس السواج. اهلا وسهلا بحضرتك معانا. عايزين نعرف مين اللي نظم هذه الوقفه وايه مطالبكم من هذه الوقفه. هو احنا كلنا منظمين، احنا عرفنا ان في وقفه 10 9 ان شاء الله، فكلنا قررنا ننزل. مطالبنا احنا عايزين تعليم كويس في مصر، عايزين حد ادنى محترم للاجور، عايزين معامله كريمه للمعلم. احنا جايين عشان نطالب بكرامه المعلم، عايزين منهج كويس، مدرسه كويسه، نظام تعليم كويس، ان ما فيش دوله تقدم بدون تعليم والصحه. دول ركيزتين اساسيتين تقدم بهم اي دوله، بدون دول مش هنقدم ايه ده. احنا عايزين باكين على البلد، احنا جايين من سوهاج يعني حوالي 550 كيلو عشان خاطر عايزين نطالب بحب مطالبنا، عايزين حياه كريمه للمعلم. ايه رايك في حاله الطالبه مريم ملاك؟ لا مريم مظلومه من خلال خبرتها المدرس الثانوي ثانوي عام، فانا مريم مظلومه. على حضرتك ابو المجد احمد، اداره مسجد التعليميه. انا عايز بس رئيس الجمهوريه ينظر نظره واحده. انا معلم تعيين 1/7/87، مرتبي شامل كل ما فيه من حوافز ومن انجات 2627. هل يعقل انه مدرس يشتغل 28 سنه مرتبه 2728؟ انا رحت لعامل في مصنع مرتبه كام؟ في مره من المرات كنت راكب اتوبيس بسال فراش في وزاره معينه مرتبك كام؟ قال لي مرتبي 4000. طب حوافزك كام؟ قال لي حوافزي 3000. ده عامل شغال في وزاره. انا مرتبي كام؟ الناس اللي شغاله في الوزاره بتقبض كام؟ بيقبض مكافاه بالظبط 900 يوم. انا كمدرس اللي انا ماسك الطباشير وبشتغل طول النهار بقبض مكافاه كام؟ بقبض مكافاه بالظبط 200 يوم، بيخصموا منها طبعا النقابه، بيخصموا منها الاداره وكذا وكذا، بيجيني قروش بعد كده. الحاجه الثانيه المهمه جدا جدا، انا مدرس في تجريبيات. نتعرف على حضرتك. استاذ محمد عبد المنعم، مدرس لغه عربيه. اهلا وسهلا بحضرتك معانا. ايه مطالبكم من هذه الوقفه؟ بص اهم مطلب، بص يا فندم اهم مطلب، انا مش فارق معايا مين منظمها، ان انا معلم ارجع اخلص يومي وارجع بيتي اتمم تربيه اولادي وابقى فاضي احضر تاني يوم كويس ازاي اخدم ابناء المدرسه بتوعي. مش عايز اطلع الف على بيوت والف على دروس وغير ذلك، انا عايز حياه عايز مرتب كل حياه كريمه ليا والابناء، مش عايز اكتر من كده. ده اهم حاجه عندي. وبعد كده حاسبني عن اي تقصير، لكن انت بتحاسبني على كل تقصير وانت مش مديني اي مقاومات ليا خالص. على ايه حضرتك في الغاء الدروس الخصوصيه؟ ايه؟ الغاء الدروس الخصوصيه. بص يا فندم، الغاء الدروس قرارات تاخده وزاره هي حره فيه. الدرس الشخص ده هو يخص ولي الامر، هو بيدي عند المدرس ويخص المدرس مش جاي. انا شخصيا اتكلم عن نفسي، لو معايا مرتب كفول حياه كريمه انا مش هدرس خصوصي، هقعد في بيتي مش اكتر من كده.
ده شطر. انا مدي بضمير لاني بعمل ربنا قبل كل شيء، بس انا بعد كله انا عايز حاجه تكفل لي حياه كريمه، مش عايز اكتر من كده. حضرتك احمد عبتوبة ندير من المنوفيه. ما سامح حضرتك معانا، بتطالب بايه من هذه الوفاه؟ طالب بحول معلم ماديا وادبيا وتفعيل قانون التعليم الجديد ومساواتنا بجميع المصالح الثانيه. احنا مش اقل، احنا اللي بنعلم وزاره العدل ووزاره بتوع الضرايب، ما بقاش احنا زي هم اعلى منا. حق المعلم مهضور، كل وزير يجي يقول انا عايز حق المعلم ماديه وادبيه، ما فيش حاجه بتتحقق من الكلام اللي بيقوله اي وزير. حضرتك انا استاذ عماد الجندي كبير اخصائيين اداره وسط القاهره، انا بقول للوزير يا فاشل ارحل، عشان انت بهدلت التعليم وبهدلت المعلمين، وانت كل قرارك ضد المعلمين. وبعدين هو مطلع لنا قرار نمسك معاشه ونقص المدرسه عشان هي مدرستنا، مطلعينها قرار ان الطالب يقيمنا وده غلط، مطلعينها قرار ان احنا بعد كده نمسك مساحه ونمسح المدرسه وده عيب، مطلعينها قرار ضبطيه قضائيه على المدرسين وده برضه عيب. احنا عايزين حقنا في الكادر بس. مش نتعرف على حضرتك؟ احمد طلبه ائتلاف قدامى الخريجين. اهلا وسهلا حضرتك معايا. نعم اهلا بيك، اهلا بيك. احنا مطالبنا اجر عادل، اجر عادل للمعلم 3000 جنيه حد ادنى على الاقل، اقاله الوزير لان هو بيقود منظومه فاشله جدا، اصلاح نظام الثانويه العامه تمام، تعيين كل قدامى الخريجين واغلاق كليات التربيه لحين تعيين كل خريجي التربيه اللي قاعدين على القهاوي، تزوير واضح، ورئيس الكنترول السابق اعلن ده. نقلنا لكم من امام نقابه الصحفيين وقفه احتجاجيه ضد منظومه التعليم. شكرا لحسن المتابعه، تحياتي نجلاء درويش القاهره قناه الطريق.